مشاهدينا الكرام، أحييكم من قناة الظفرة وإليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أكد أن الشراكة القوية التي أسستها دولة الإمارات مع القطاع الخاص منذ وقت مبكر في تاريخها كانت من دعائم الازدهار الذي حققته في مختلف القطاعات التنموية لتقدم للعالم نموذجا متميزا للشراكة القائمة على أساس العمل المشترك نحو النجاح مع توفير الدولة المناخ الداعم للأعمال وضمانها كل المقومات اللازمة لنجاح التعاون مع القطاع الخاص من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم. جاء ذلك خلال لقاء سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من كبريات الشركات العالمية المشاركين في مجلس دبي، منتدى كبار رجال الأعمال من أجل النمو الاقتصادي ذي التأثير العالمي، وذلك في قصر البحر في دبي. وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركين في هذا المجلس، مؤكدا حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على استحداث المزيد من قنوات الحوار مع الشركات العالمية الكبرى والجهات الاستثمارية من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الفرص الجديدة التي يمكن من خلالها إيجاد شراكات فعالة تدعم طموحات دولة الإمارات في أن تكون في مقدمة الدول صاحبة الإسهام الأكبر في رسم ملامح المستقبل وتعيين المستثمرين على توسيع دائرة أعمالهم، بالإضافة إلى تعزيز نشاطهم في المنطقة الواسعة التي تتوسطها دولة الإمارات واتخاذها قاعدة تدعم نشاطهم الاقتصادي في نطاق جغرافي مترامي الأطراف يقدر أو يقدر تعداد سكانه بنحو 2 مليار نسمة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في مجلس قصر البحر في العاصمة أبو ظبي، الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب والهيئة العلمية للجائزة ناشرين المشاركين في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. وأكد سموهما أن الثقافة هي معيار تقدم الأمم وتحضرها ودليل نجاحها، وأشار إلى أن احتضان دولة الإمارات رواد الثقافة ومعارض الكتب وأصحاب الفكر أولوية عززتها دولة الإمارات بالدعم وتوفير البيئة الملائمة لازدهار العلوم والأعمال الثقافية، بحيث أصبحت دولة الإمارات نقطة تواصل ووجهة عالمية يلتقي فيها الشرق والغرب على العلم والخير والمحبة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر في العاصمة أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وتبادل سموهما خلال اللقاء الأحاديث الأخوية، كما تناولا عددا من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة دولة الإمارات عالميا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم دولة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة. وجرت لرئيس الوزراء الياباني لدى وصوله قصر الرئاسة في أبو ظبي مراسم استقبال رسمية عزف خلاله السلام الوطني لليابان، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد. وصافح شينزو آبي مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لرئيس وزراء اليابان، كما يرافق معالي شينزو آبي وفد اقتصادي كبير يمثل كبرى الشركات والمؤسسات اليابانية العاملة بمختلف القطاعات الحيوية.
كما بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي النائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي عقدت اليوم بين الجانبين في قصر الرئاسة بأبو ظبي. ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة شينزو آبي والوفد المرافق له إلى الدولة، معربا عن تمنياته أن تسهم الزيارة في مواصلة تطوير مسار العلاقات التاريخية المتميزة واستمرار تجديد أفق أوسع للتعاون المشترك بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات. هذا وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان بتعميق وتعزيز شراكاتهما الاستراتيجية نحو مستقبل مشرق بين البلدين بصورة شاملة. وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة قام بها معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إلى الدولة التزامهما بالتعاون من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار وصياغة رؤية مشتركة واستراتيجية تعاون مشترك نحو المناسبة التالية لاجتماع القادم في إطار يطلق عليه مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. كما وأكد الجانبان على تعيين وزير دولة من دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية وكبار المسؤولين من وزارات اليابان الأخرى ذات الصلة لمتابعة مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وسيتم تأكيد ترشيحات أسماء الوزراء من الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية. وحول مسيرة العلاقات الإماراتية اليابانية التاريخية المتميزة نتابعها من خلال التقرير الذي أعده لنا الزميل علاء اللولو. ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان بعلاقات ثنائية وثيقة حافظت على تطورها المستمر منذ 46 عاماً، مستفيدة في ذلك من دعم قيادة البلدين وحرصهما على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً وازدهاراً مستمرين، حيث تعتبر اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، ووصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينهما إلى ما قيمته 53.5 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات اليابان في الإمارات ما يعادل 14.3 مليار درهم. ولعبت الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل والطيران والرعاية الصحية، عبر وجود أكثر من 100 شركة يابانية بأسواق الدولة ونحو 200 وكالة وأكثر من 10,000 علامة تجارية يابانية مسجلة. وتأتي دولة الإمارات ضمن أكبر 5 دول مصدرة للنفط لليابان، وتحتل المرتبة 8 في شراكتها مع اليابان، وسابع أكبر سوق لمعدات النقل اليابانية، كما تحتل الإمارات المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والثانية في تصدير النفط الخام. وفي السنوات القليلة الماضية تنوعت صادرات الدولة إلى اليابان لتشمل الألمنيوم والنحاس، فيما تستورد الإمارات من اليابان السيارات والآلات والمعدات الصناعية والإلكترونية. وفي موازاة ذلك نجح البلدان في التأسيس لعلاقات تعاون ثقافية وعلمية مميزة، ويرتبط البلدان بعلاقات تعاون وثيقة في مجال علوم الفضاء، وتؤدي السياحة بين البلدين دورا مهما في تعزيز روابط الصداقة، حيث تعتبر البلدان من وجهات السفر المفضلة لكلا الجانبين. وفي السياق ذاته وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك اتفاقية يتم بموجبها تعيين شركة جودكو زاكوم السفلي المحدودة المملوكة بالكامل لإمبيكس اليابانية قائدا فنيا لمنطقة امتياز زاكوم السفلي في أبوظبي. ويأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع زيارة معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان للدولة.
وقع الاتفاقية مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها، عضو المجلس الأعلى للبترول، وتوشياكي كيتا مورا رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إمبكس. وكانت أدنوك قد وقعت اتفاقية مع شركة إمبكس خلال فبراير الماضي، حصلت بموجبها الأخيرة على 10% في امتياز حقل زاكم السفلي البحري، وتم أيضا تمديد حصص شركة إمبكس في امتياز سطح وأم الدلخ لمدة 25 عاما، حيث ستحتفظ بحصتها البالغة 40% في سطح، وستزيد حصتها في امتياز حقل أم الدلخ من 12% إلى 40%. كما وزار معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان وحرمه يرافقهما معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان، وسعادة كانجي فوجيكي سفير اليابان لدى الدولة، والوفد المرافق اليوم جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي، وذلك في إطار زيارته للدولة. وتجول الضيف والوفد المرافق يصحبهم سعادة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيس هذا الصرح الكبير. هذا وقد غادر معالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان البلاد اليوم بعد زيارة رسمية للدولة، وكان في وداع معاليه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث تم إطلاق مؤشر الازدهار وتحت مسمى ازدهار إلى جانب تقرير توقعات مستقبل المناطق الحرة في دبي، وذلك في فندق جراند حياة دبي. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اليوم جانبا من أعمال الدورة 69 لمؤتمر الاتحاد الدولي للعقارات في يابسي دبي 2018، والتي نظمتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعقارات تحت شعار المدن السعيدة، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي. هذا وتابع سمو نائب حاكم دبي جلسة بعنوان العقارات والسعادة قدمها بول سيالا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ديلوس، أكد من خلالها أن السعادة هي القيمة الحقيقية والهدف الأكبر الذي يسعى الإنسان إلى تكريسه واقعا ملموسا في حياته، وانطلاقا من هذا المفهوم الشامل فإن أي نشاط للإنسان في نهاية المطاف ينبغي أن تتوجه السعادة والأمر ذاته في كل القطاعات وعلى رأسها العقارات. كما استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي في مكتب سموه بالمركز ظهر اليوم السيد ألكساندر دي روتشيلد رئيس مجلس الإدارة في شركة روتشيلد ووفد الشركة المرافق له. وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول عدد من القضايا المالية والاقتصادية وعلاقات الشركة مع مركز دبي المالي العالمي، وأكد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين الطرفين والاستفادة المتبادلة من خبراتهما في قطاعات التمويل، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة وطرح الأسهم وإدراج الشركات على أجندات الأسواق المالية العالمية. هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة القيادة العامة لشرطة الشارقة على ما حققته من إنجازات واستحقاقات ونيل لإداراتها وأفرادها العديد من الجوائز ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز للعام 2018. جاء ذلك خلال لقاء سموه بقيادات القيادة العامة لشرطة الشارقة وكبار ضباطها ومنتسبيها اليوم في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة،
كما تقدم سموه بالشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعم ورعاية الجائزة التي تعمل على تحفيز وتشجيع كل العاملين في الجهاز الشرطي الذي يقدم خدمات جليلة، مشيرا إلى أن تطلع القيادة العامة لشرطة الشارقة للمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة، وذلك لتقديم الخدمات المتميزة لأفراد الجمهور في الدولة. أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية تمكين الشباب في إمارة الفجيرة وتأهيلهم مهنيا وفنيا، بالإضافة إلى إكسابهم المهارات العملية التي تتوافق ومتطلبات سوق العمل، بهدف تعزيز دورهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات واستراتيجيتها ومخرجاتها الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال توقيع مذكرتي تفاهم متعلقتين بمبادرة محمد بن حمد الشرقي لتمكين الشباب، بهدف تمكين الشباب في إمارة الفجيرة عن طريق تعزيز التعاون المشترك بين جميع الأطراف ذات العلاقة. وقد شهد سموه اليوم في قصر الرميلة توقيع مذكرة تفاهم بين الديوان الأميري في حكومة الفجيرة ومجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، ومذكرة تفاهم ثانية بين مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريبية التابع لكليات التقنية العليا ومجموعة شركة إينوك، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف بما يدعم المبادرة ويسهم في نجاح أهدافها. يستضيف المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو من العام الجاري 2018 في العاصمة أبوظبي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني للمجموعة التي تترأسها معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي عددا من البنود، منها استعراض تقرير الاجتماع الأول الذي عقد يومي 5 و 6 فبراير من نفس العام بمقر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، فضلا عن مناقشة ملفات وموضوعات تتعلق بدور البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما سيناقش الاجتماع نتائج البرنامج المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفي عقد قمة برلمانية عالمية بشأن مكافحة الإرهاب وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات بين البرلمانات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إنشاء شبكة برلمانية عالمية للتشريعات الوطنية المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الفائزين في الدورة 12 لجائزة الشيخ زايد للكتاب، والتي جرت مراسم احتفالاتها اليوم بمنارة السعديات في العاصمة أبوظبي. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاحتفاء بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب يكسب هذا العام أهمية استثنائية لتزامنه مع عام زايد. وقال سموه في هذا الصدد: إن تكريم رموز الأدب والثقافة والفكر ينسجم مع التقاليد الحضارية التي تسعى القيادة الرشيدة إلى تعزيزها. وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التهنئة للفائزين وشجعهم على مواصلة العطاء بصفتهم القدوة الثقافية والرموز المعرفية لمجتمعاتهم، بالإضافة إلى أنهم رواد التنمية الإنسانية والفكرية. انطلقت اليوم فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران 2018 في فندق سانت ريجس جزيرة السعديات بحضور معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار والمسؤولين الحكوميين من قطاعات الطيران والدفاع والفضاء. وقال معالي محمد بن أحمد البواردي في كلمته: إن اقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات قد أصبح من صميم سياساتها طويلة المدى، كما يلعبان دورا حيويا ومؤثرا في تحديد مستقبل اقتصادها، وكنتيجة لذلك فقد أصبح الناتج المحلي للدولة لا يعتمد على القطاع النفطي بل على قطاعات إنتاجية متعددة. والآن نتابع إغلاقات أسواق المال الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم.
وإلى درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. ومن هنا نصل لختام نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. نشكركم على كرم الإصغاء ونتمنى لكم طيب المتابعة مع بقية فقرات برنامج مساء الإمارات لهذا اليوم. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، في أمان الله ورعايته.